اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. هيقعدوا ينقروني وهيعملوا انا عارف، بس معلش هنعمل لازم ارحب بيهم برضه. ازيك يا عبد؟ ازيك يا الحمد لله. مغير المكان هنا احنا مع بعض. انت مغير المكان؟ مغير المكان اهو، وكلكم مغيرين الاماكن ما عدا خالد. ما عدا خالد انا ثابت دايما. اشمعنى انت يا عم خالد ثابت دايما؟ ما غيرتش المكان ليه؟ ولا ما غيرتش المكان؟ لا لا، انت كنت نحادي. انت سبت لي كرسيك، ده حاجه عظيمه بالنسبه لي. بص الثلاثه ردوا عليك. انت سبت لي كرسي اخر اربع خمس حلقات طلعتهم كان عبد الحكيم بيقعد هنا وانا بقعد هنا. صحيح. اخر اربع خمس حلقات، ده انت طلعت اربع خمس حلقات. انا ما طلعتش من نوفمبر على فكره. ايوه ما انا بقول لك انت كل اللي طلعت اربع خمس حلقات. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن؟ كله تمام؟ الحمد لله، مبسوط ان انا رجعت مره ثانيه. رجعت اقعد على الكرسي. طلع السلامه. طب والاستاذ؟ استاذ ابو علي، محمد ابو علي. اسمه يعني اسمه من اسمين وتسع اسامي جنب بعض. ارحب بالكابتن. طيب اشكرك. خليه يرحب بس. مش ممكن يا اخي. اتفضل يا استاذ حبيبي. منور يا كابتن اسلام، وسعيد ان انا موجود مع حضرتك والله. منورين جميعا. وعندنا مهمه الحقيقه. انا لسه كنت بتكلم، مفيش اهلي، مفيش زمالك، مفيش اسماعيلي، مفيش اي حاجه، ولكن في حاجه واحده فقط وهي مصر. طبعا. الكل بيساند، الكل بيدعم. مش عايزين نتكلم عن اسماء معينه في قائمه منتخبنا الوطني، ولكن خلينا نتكلم عن استعدادات منتخبنا الوطني. كيف ترى استعدادات منتخبنا الوطني حتى الان قبل المباراه باقل من 48 ساعه؟ بصراحة يمكن الاستعدادات نموذجية لحد الآن. المنتخب قافل كويس جدا على نفسه، المعسكر مغلق، يمكن محدش بيدخل الأوتيل. ده حقيقي، ده نهائي. تمام. حتى ولا حد عايز يصور مع صلاح ولا عم ممنوع. حتى الكاميرات مثلا حد راح يصور ممنوع. يمكن الزيارات بس متاحة في التمرين، كان امبارح تقريبا الأستاذ جمال علام أول ما جه من الجزائر على طول، والنهارده مع الوزير دكتور أشرف صبحي راح يعني قعد مع اللعيبة مثلا حوالي خمس دقايق ولا حاجة واتكلم معاهم بس. لكن ممنوع ان اي حد يروح الاوتيل. الراجل شغال بشكل جامد جدا، محاضرات نظريه جوه الاوتيل، وبيروح التمرين بيشتغل بيطبق اللي اتكلم معاه نظريا. الموضوع مغلق. وعلى فكره يمكن ناس كتيره بتتكلم ان كارلوس كيروش كان لسه هيشتغل على طريقه اللعب ولا هيذاكر السنغال. لا، الراجل حتى لما راح كان اجازه كان بيشتغل ودرس كويس جدا الفرقه، وجه كل المحاضرات بتاعته مع اللعيبه بتتكلم في هذا الاساس. فانا شايف يمكن كابتن وائل وكيروش عاملين قافلين الدنيا كويس جدا، والاستعداد على افضل ما يكون، ونتمنى تكون مباراه نقدر نعديها بشكل كويس ونقدر نحقق نتيجه ايجابيه. المباراه طبعا مش هتنتهي هنا في الماتش اللي هنا، لا، الماتش هيكون يوم الثلاث مهما كانت النتيجه. مهما كانت النتيجه، وده مطلوب من الجماهير، ان احنا حتى لو لا قدر الله طبعا كانت النتيجه تعادل او مكسب بسيط، لكن لسه في ماتش تاني وان شاء الله ربنا يوفقنا بشكل مجدي. محمد صلاح ودوره خالد في مثل هذه المباريات، انا عارف ان الكل بيسال هذا السؤال، ولكن هو سؤال مهم جدا. هو محمد صلاح دوره دور كابتن المنتخب، يعني كابتن المنتخب زي كابتن الفريق، هو انك لازم بتلم اللعيبه، لازم بيكون عندك دوافع، لازم بتديهم دوافع، لازم بتعرفهم صعوبه المرحله اللي احنا فيها وخطوره المرحله اللي احنا فيها. لان احنا زي ما الاستاذ حكيم كان بيتكلم بيقول على فكره انك قافل المعسكر كويس، والاول مره من زمان جدا ان معسكر المنتخب يكون مقفول بالشكل ده. ضبه ومفتاح الحقيقه، وده لصعوبه المرحله على فكره. كويس جدا. لان انت في هم ماتشين، وخليني اقول برضو ان هامش الخطا صعب شويه، يعني صعب التدارك طبعاً. فيه خاصة لما يكون البداية عندك على أرضك، فده الطبيعي والمنطقي اللي بيحصل سواء في المعسكر أو دور كابتن المنتخب. بقى دور كابتن المنتخب لما لعب بحجم محمد صلاح، واحد من أهم ثلاث لاعبين في العالم، إنما يكون أهمهم دلوقتي، والأرقام بتقول كده والقيمة التسويقية بتقول كده. فبالتالي لما أنت كلاعب منتخب مصر يكون قاعد قدامك واحد أو كابتن بتاعك واحد من اهم لعيبه العالم، لا، الوضع بيكون مختلف. وكمان بيدي للفرقه او بيدي للمنتخب دفعه ان انا منتخب مش قليل، هو اكيد مش منتخب محمد صلاح، انما وجود محمد صلاح ووجود مجموعه كبيره من رجاله منتخب مصر ده بيؤثر وبيكون وبيظهر دور الكابتن بشكل كويس جدا. ده المنتظر من محمد صلاح، وده اللي بان على فكره في شخصيه محمد صلاح مؤخرا. يمكن كان في بدايه تقلد محمد صلاح شاره الكابتن في البدايه، ما كانش تحس ان كان لسه الموضوع عايز منه شغل اكتر، عايز شغله حتى يبان في الملعب اكتر. بدا في المباريات الاخيره لا بيبان شغله، خاصه في كاس الامم الافريقيه كان باين شغله جدا، كان باين بصماته جدا مع اللعيبه، واتمنى ان ده يكون موجود في ماتش السنغال باذن الله ان شاء الله. هوس عدينا بمراحل كثيره جدا كحضراتكم كصحفيين واحنا كلاعبين، انه
الفترات دي بتبقى فترات صعبة جدا. طبعا انت لو راجل صحفي، انت صحفي، لكن انا اقصد ان انت وانت قاعد كده تفكر قلت له ايه لو انت راجل صحفي لقيت نفسي ايه ده لا يعني انت في مثل هذه الامور وفي مثل هذه التوقيتات ايه اللي تقدر تكتبه عشان يدعم ويساند منتخبنا الوطني خلال اليومين اللي جايين؟ مش مجرد عنوان ولكن حاجات تقدر تعملها تخلي المنتخب بالفعل لما يقرا الجورنان او الموقع اللي انت بتكتب فيه يبقى جسمه يقشعر كده. انه ال 180 دقيقه 90 دقيقه اللي هيتلعبوا يوم الجمعه و90 دقيقه اللي هيتلعبوا يوم الثلاث دول ماتشين كور. الكلام على فكره ان احنا خسرنا من السنغال نهائي كاس الامم وان احنا هناخد بالطار والكلام الكلام ده الحقيقه مش في الكوره، هي رياضه. وعجبني جدا 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 كلام كابتن احمد سامي معاك كابتن اسلام، لانه اتكلم بمنطق انه دول ماتشين كوره، ممكن نبقى موفقين وربنا يكرمنا ونصعد، وممكن نبقى مش موفقين. يعني احنا في 2014 خسرنا من غانا في تصفيات كاس العالم وما رحناش، 2018 كسبنا غانا ورحنا كاس العالم. يعني فالكوره في الاخر انت بتعمل اللي عليك في الملعب، بتادي، عارف ان انت بتمثل اسم بلد كبيره ومنتخب كبير له تاريخه، هو المنتخب الاقوى في افريقيا، 7 كاس امم، هو وصل 3 كاس عالم، في نجوم كبار جدا، في نجم من اهم نجوم العالم في كره القدم دلوقتي محمد صلاح. وانا يعني اوقات لما بيقولوا منتخب محمد صلاح دي ما تزعلش على فكره، ما هو منتخب الارجنتين، المنتخب الارجنتين اللي واخد كاس العالم بيتقال عليه اوقات منتخب ميسي او منتخب مارادونا، لما خد كاس العالم 86 كانوا بيقولوا منتخب مارادونا، مارادونا اللي خد كاس العالم. فكره منتخب صلاح او منتخب صلاح في الحقيقه ما تقللش من اسم منتخب مصر ولا تقلل من صلاح. فالحقيقه انه لازم يلعبوا لاسم البلد، لازم يلعبوا لاسم العالم، يأدوا اللي عليهم، يعرفوا انه في 100 زي ما انت قلت امبارح 103 مليون مستنيين يفرحوا، في 64400 متفرج حسب بيان تذكرتي احضروا المباراه. ال 64000 دول هيبقوا ممثلين لل 100 مليون مصري اللي قاعدين ورا الشاشات مستنيين، كل محافظات مصر امبارح شفناها مستنيين منتخب مصر يحقق الفوز ان شاء الله ذهابا وايابا. المباراه مش صعبه، منتخب مصر لو في حالته كارلوس كروش لو مركز زي ما ركز في كاس الامم، احنا كل الناس واحنا كنا مسافرين كاس الامم وبعد اول مباراه والهزيمه امام نيجيريا قلنا ان احنا هنرجع امتى زي بالظبط، واحنا لما رحنا الجابون مع كوبر قلنا هنرجع امتى، وصلنا لحد النهائي. فخسرنا النهائي قدام الكاميرون وتاهلنا لكاس العالم بعدها، خسرنا النهائي قدام وخسرنا النهائي السنغال، وان شاء الله باذن الله نتاهل بعدها نروح كاس العالم ان شاء الله. انا متفائل بالمباراه، متفائل بلاعبتنا، متفائل بالجهاز الفني، لانه وعبد الحكيم وخالد اتكلموا على القفل على المنتخب، وحضرتك اتكلمت على القفل على المنتخب دي من اول ما كارلوس كيروش جه. والحقيقه لازم نحيي فيها كابتن وائل جمعه، لازم نحيي وائل جمعه، لان وائل جمعه بيقوم بدور المدير جهاز بمدير الجهاز المنتخب. يعني ماليش دعوه باي حاجه، ماليش دعوه باي حاجه غير شغله، غير شغله فقط. يعني انا قعدت مع المنتخب المصري في البطوله العربيه في قطر تقريبا شهر، ما شفتش حد من اللعيبه، ما شفتهمش غير في المؤتمرات الصحفيه وفي الملعب بس وفي الميكس زوم وهم خارجين، غير كده اللعيبه ما بتخرجش، وقفل الاوتيل تماما عليهم، ما حدش بيدخل. فالحقيقه لازم نحيي كابتن وائل جمعه على دوره مع المنتخب، لازم نحيي كارلوس كروش على دوره. وبعدين كارلوس كروش بيتكلم مع اللعيبه، كل بياخد كل لعيب لوحده يتكلم معاه، الجهاز المعاون بتاعه بيفرغ فيديوهات وتحركات اللعيبه الحقيقه. واتمنى بقى انه سواء صعدنا ان شاء الله باذن الله نصعد، او لا قدر الله ما كانش لنا نصيب ان كارلوس كيروش يكمل، لانه الحقيقه مش هيجي لنا مدربين كتير زي كيروش. ابو علي انت مع ولا ضد الكلام اللي بيقوله؟ لا طبعا انا متفق مع كلام سواء لتريبي او عبد الحكيم او عويس، وشايف ان كلام منطقي، لكن انا الماتشين دول بالذات محتاجين لايف كوتش اكتر من هم محتاجين شغل تكتيك وشغل فني. لعيبه مصر حافظه لعيبه السنغال، عندهم لعيبه واسماء كويسه، المدير الفني بتاعهم طريقه لعبه محفوظه، يمكن البطوله كلها بتاعت امم افريقيا تصفيات كاس العالم بيلعب ب 4 3 3 بيضغط اي فريق قدامه، بيضغط بشكل قوي جدا. لكن زي ما قلت لحضرتك اللعيب في الماتشات دي او الماتشات اللي هي ما فيهاش هزار زي ما بيقولوا، ما فيش اي مرونه ان انت تعوض، بتحتاج في الوقت ده شخصيه اللعيب. وانا اكاد اجزم ان من اقوى اسباب ان النادي الاهلي مثلا سيطر في فتره من الفترات مع مستر رونالدو كان بيختار شخصيه اللعيبه قبل ما يختار اللعيب. اللعيب اللي هينزل مهزوز او ما يركزش او يقعد هيجي في اليوم ده هيبقى بره المود خالص،
وهيخسر الفرق. لو اللعيبه واقفه على رجليها وعندها شخصيه وما اتخضتش من الجمهور او من الاسماء اللي هتلعبها، الموضوع هيفرق معانا طبعا بشكل كبير جدا. عايز اتكلم يا كابتن اسلام ان الهزيمه قدام منتخب السنغال في فاينل امم افريقيا مش مقياس على الاطلاق، انت كنت اجهدت بما فيه الكفايه، كان عندك لعب ماتش زياده بالظبط وكمان لعبت قدام فرق قويه جدا عكس منتخب بوركينا فاسو. فان الناس تقول اصل هم غلبونا وكانوا مسيطرين على الماتش او كانوا افضل مننا، دي مش مقياس. انت دلوقتي مستعد بشكل كويس، اللعيبه بتاعتك فايقه بشكل كويس، اللعيبه عندك يعني حفظوا منتخب السنغال اكتر، وجود الجمهور او اللعب على استاد القاهره هيفرق مع الفرقه بشكل اكتر. فشايف ان شاء الله فرصنا، ويمكن انا متفائل خير ان ربنا هيكرمنا ان شاء الله، بس اللي اتمنى ان هو يحصل ان لنا يعني لا نتلقى اي اهداف في الماتش اللي هيبقى على ملعبنا في استاد القاهره. الموضوع ده بالنسبه لنا مهم جدا. على قد ما تطلع شباكك نظيفه في المباراه دي، سواء حتى لو تعادلت 0-0 يا كابتن اسلام او فزت حتى 1-0، عارف ان 0-0 دي نتيجه بالنسبه لي برافو عليك مهمه جدا، وفي صالح في الكوره احسن نتيجه، احسن نتيجه صح. فعلا وتروح تلعب في دكار وانت 0-0 افضل ما تروح تلعب في دكار 2-1 مثلا. صح. فانا صح. اتمنى ان احنا يبقى عندنا ضغط ونضغط من اول ربع ساعه، وضغط بكثافه، ونستغل حاله الشحن والدفعه المعنويه اللي هيبقى بيمثلها جمهور من الجمهور المصري العظيم اللي باذن الله. ايه 2-1 بعدين فرصتين واحنا هناك. لا ليه؟ هي فرصه واحده بس. لو انا كسبان 2-1 عندي فرصتين. ايه الفرصتين؟ ان اطلع متعادل من الماتش. تطلع متعادل او كسبان. يعني بس هو لو جاب في الجون، لو جاب في الجون يا خالد ماشي. طب ما هو 0-0 لو جاب في الجون لازم ترجع برضه. انا قصدي 0-0 انا اقصد اي هدف بتسجله هناك. اي فوز لا احسن من التعادل. اي فوز لا انا عارف، انا بتكلم في قصه ان انت تخرج بشباك نظيفه. فكره ان انت تخرج بشباك نظيفه ده هيمثل لود على فرقه السنغال، هيبقى في تحفظ. انت ممكن تخرج 6-1 مثلا. 6-1 ما دي مش شباك طول الوقت، دي كانت فلسفه. لا انت لو هتجيب سكور سوري حلوه 6-1 عجبتنا كلنا. اي حاجه لا 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 4-1 طب 5-3 او احنا لسه بنقول يا جماعه خليمه طيب او 4-2 اصل على فكره كل النتائج حصلت ولا بس لكن ماشي هتقول ايه النتيجه وال 4-1 موجوده برضه ايه 4-1 و3-1 طيب بغض النظر لكن في الاخر هي نتيجه قد تكون صعبة. بس هو سؤال فعلا في 4-1؟ في الخمسينات في 4-1 الخمسينات أربعة قديم ده خد بالك. بس أنا مختلف مع الأستاذ أبو علي يا كابتن في حاجة. إيه بقى؟ أنت لازم تختلف مع بعض. لا 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 خالص. بص حبيبي يا عم، جزئية إن منتخب السنغال لما واجهنا في فاينل أفريقيا ما كانش أفضل مننا، هم على المستوى الفني لازم بص أول حاجة تقدر المستوى الناس اللي قدامك، هم على المستوى الفني أعلى مننا طبعًا. اعلى مننا وبدون شك، ده الواقع طبعا، ده الواقع، واللي ما يعترفش بكده يكون لازم نتعامل معاه. لازم نتعامل، هم افضل مننا على المستوى الفني. ايوه بس كيف تتعامل مع هذا الواقع؟ منتخب السنغال مباراه الافتتاح كسبها بضربه جزاء في الدقيقه 95 او مباراه ليفي مع استاذ احمد. هم من 2019 نسمع بعض بس عشان من 2019 ما خسروش ولا ماتش. من كام؟ من 2019 نتائجهم لحد ما وصلوا لنا اخر ماتش كانت متذبذبه في البطوله. مش ممكن تقول دول بيلعبوا على قد اللي قدامهم. اللي قدامهم لما جم لعبوك لعبوك على قد انت فعلا كنت بتلعب بالروح، انت كنت مجهد جدا جاي لهم، كنت بتلعب بالروح صح. يعني انت كنت فعلا مستاهل. طبعا. وعشان كده انا وجهه نظري ان كروش اعتقد ان هو بيفكر في حاجات في التشكيل عكس ما الناس متخيله انه هيلعب بالتشكيل اللي كان. احنا ما شفناهوش فلسفته تثبيت التشكيل يعني حتى في الوقت ممكن يبقى هو هيعمل حاجه 4-2-3-1 اعتقد يعني في الوقت اسباب نجاح كارلوس كروش تثبيت التشكيل. لا ما هو مش هيغير هو مش راجل جامد يعني هو مش هيغير ما عندوش مش هيغير. انا بقول لك يعني انا اول مره اشوف حد بجد خبير يعني في الكوره وكده ونتكلم فيها طول عمرنا، لكن اول مره اشوف حد دلوقتي بيتكلم، لكن كل الناس رايحه في اتجاه ايه؟ ان كارلوس كيروش لا ممكن يعمل تريك التغيير واحد بس. انا بقول لك وجهه نظر وارد نعمل. لا لو انت لعبت تريك التغيير واحده مثلا يعني مثلا 4-2-3-1 يبقى 4-2-3-1 انت قفشه بدل حد من الثلاثه اللي موجودين في نص الملعب بس. سواء سوليا او حمدي او نني وارد يلعب زيزو وتريزيجيه ولاعب صلاح قدام. تفكير ايه ده؟ راس حربه إيه بدل مصطفى. الميكانيزم بص لا في ميكانيزم شغال عليه المنتخب. هو متعود ان في شوط تهده في 4 ايام. انا بقول لا انا ما قلتلكش اعمل كده. بقول لك وارد لا وارد لا بس وارد لا مش وارد لا يعني انا يعني ممكن يكون تغييره تحاول تغييره جوه الماتش. لو ما عملش عنصر مفاجاه في المباراه
اعتقد الدنيا هتبقى صعبه. ايوه ايه هو عنصر المفاجاه يعني؟ يعني هو خالد ده الكلام هو الوحيد اللي ممكن يفاجئ المعسكر مغلق جدا نظر يعني. زي ما موسيماني بيحاول يقلب الموضوع، ساعات احنا بنكون متوقعين يلعب 4-3-3 يا رب 4-2-3-1، بس هو في الاخر موسيماني انت لما هتشوف التشكيل انت عارف ان هو لما بيلعب كده كده ممكن يكون بيلعب قفش، ممكن يكون لاعبه ناحيه الشمال، ممكن لا اقصد ان هو يلعب قفشه مركزه على موسيماني يعني. ولا اتكلم على كيروش؟ احنا ساعات احنا بنكون متوقعين ان موسيماني هيلعب 4-3-3 وينزل يلعب 4-2-3-1، قفشه بيلعب صانع لعب، هو وارد برضه يعمل كده. ده هو دي الحاجه الوحيده. ايوه اصل هو ممكن بكره يعمل ايه؟ او يعني يوم الجمعه سوري ان هو يعمل ايه؟ ان هو يلعب 4-3-3. لا بقى هو هيلعب 4-2-3-1، بس هو الموضوع ان عايز تريزيجيه 4-2-3-1 دي ما حصلتش مع كيروش خالص. لا حصل الماتش الثاني ممكن اثناء الماتش يعني الماتش اوكي في البطوله العربيه مش صغير نسمع بعض بيلعبها بس. حتى لما بيلعبها الثالث اللي هو 4-2-3-1 ما بيكونش الثالث ده، لا مش بيكونش قفشه، هو ما بيعترفش بمركز 10 بيكون ثالث جنب الديفندر يعني بيكون ثالث بينزل يعني. عبد الله لما لعب ماتش السودان كان نازل تحت ما بيكونش ليبرو ما فيش اللعيب اللي بص هو لو انت شفت اللي كل معظم الكلام حتى اللي بيطلعوا يتكلموا كان قبل مثلا لما طلع مع عولين كروش ودول، طبعا ما تقوليش ان هم قبل التجمع ما كانوش على تواصل معاه، كان على تواصل معاه في الفتره اللي كان اجازه. تحس ان تريزيجيه ومرموش مشكله، هو عايز الاثنين يكونوا موجودين بس مش عارف يعمل ايه. فده اللي بيرجح وجهه نظر، انا بقول وجهه نظر ما عنديش معلومه، ان هو عايز يلعب بالثلاثه مرموش وتريزيجيه وزيزو، ممكن يبقى صلاح قدام او مرموش وتريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد قدام. لا ما هو لعب لا بس مرموش وتريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد قدام. بص يا كابتن انا بقول وجهه نظر ان هو في ماتش الليله هيلعب بالشكل اللي هي ده. اللي هي وجهه النظر اللي بتقول ان هو هيستغنى عن واحد من الثلاثه سواء السوليه او لا السوليه والنين موجودين 4-2 الثلاثه اللي قدام دول. لا ما هو هيستغنى واحد من الثلاثه اللي هو حمدي فتحي يعني. لا هو الماتش الثاني هيلعب بثلاثه ديفندرات الصراحه. بص احنا في الماتش اللي جاي الماتش الاولاني لا هيلعب 4-3 اللي انت بتقوله ده هو التشكيل الأسوأ لكارلوس كيروش منذ تولى تدريب منتخب مصر اللي لعب بماتش نيجيريا بالظبط. ايوه ده غلط. هذا هو التشكيل الأسوأ انا شايف والشكل الأسوأ لمنتخب مصر مع كارلوس كيروش هو ده يعني اللي انت بتقول عليه ده اللي لعب بيه السوليه كان حمدي اسف كان اثنين من الثلاثه كان حمدي والنني كان مصطفى محمد يمين وصلاح مهاجم صريح وبيلعب تريزيجيه يعني الحقيقه كانت ما كانش عبد الله السعيد مرموش لا كان تريزيجيه. هو الفارق يا كابتن هنا مع كامل احترامي طبعا لكابتن عبد الله السعيد، احنا بنتكلم عن منتخب مصر، الفارق بين الدور اللي هيقوم بيه بص تريزيجيه وعمر مرموش محمد صلاح الثلاثه عندهم عنصر السرعه والقوه والمهاره، غير برده مع كامل احترامي على كابتن عبد الله السعيد سنين اللي عدت كان في عبد الله طبعا تشكيل طبعًا. مصر منتخب مصر قدام نيجيريا محمد الشناوي اكرم توفيق لا خلينا في الثلاثه اللي هقول لك اهو هقول لك التشكيل من تريزيجيه لعب نص ملعب محمد الشناوي كان سيد محمد الشناوي الونش حجازي اكرم توفيق احمد فتوح عمرو السوليه ومحمد النني وتريزيجيه مصطفى محمد ومحمد صلاح وعمر مرموش بس تريزيجيه كان بيلعب قدام اكرم جميل. توفيق والحته دي المنتخب النيجيري عمل فيها ان تريزيجيه كان لسه راجع من الصليبي دلوقتي تريزيجيه فت جدا مش هيحطه في الرايت انا بقول لا ما قلتلكش في الرايت طبعا هو هيحطه لا صلاح رايت صلاح رايت هيحطه عمر مرموش صلاح رايت لا صلاح نسمع بعض يا جماعه نسمع صلاح رايت نسمع بعض نسمع بعض المشكله عند كروش ايه؟ كروش قدر بنفس الخطه دي قدام السنغال انه يحجم السنغال انه مديهم الكوره بس السنغال غالبا ما بيقدرش يعمل حاجه بس احنا كنا في بناء الهجمه نفسها بقى او استغلال الكرات كان صعب جدا علينا احنا قدرنا ان احنا نخلي السنغال خطورتها نقفل على السنغال مش موجود وان احنا نكون ند بند حتى لو الفوارق الفرديه اكبر شويه بس كان بناء الهجمه بقى هو اللي كان عندنا فيه مشكله لان انا عندي كنت مفكر ان اقفل على السنغال ازاي ابني ازاي ما كناش قادرين نعمل ده لو هو عمل ده في الماتش كده هو حل المشكله بالنسبه له وقدر انه يحجم وقدر انه يبني الفرقه يبني الهجمه ويقدم كوره كويسه مشكله منتخب مصر الانتقال من الكوره من وضع الدفاع لوضع الهجوم بس كده لانه الثلاثه الديفندرات كانوا يعني زي ما بيقولوا جايبين اخرهم فما حدش فيهم قادر يطلع اعتقد بيأدوا دورهم صح. الدفاعي انما عندك عمرو السوليه هيقدر يعمل ده محمد النني هيقدر يعمل ده حمدي فتحي هيقدر يعمل ده اعتقد انه التشكيل لن يخرج عن كل يعني اي حد معدي عنده 4 سنين هتقول له التشكيل هيقوله لك ايوه هتختلف في مركز واحد عمر مرموش ولا محمود حسن تريزيجيه انا عندي اعتراض انا عندي اعتراض في القصه دي واتوقع ان الراجل يبدا بقفشه في نص الملعب عشان يحل المشكله اللي خالد كان بيتكلم فيها بره اسمع منك انا يعني وجهه نظري كل واحد لما حد يلعبك 4-3-3 زي ما السنغال بتلعب السنغال مش هغير هنرجع للسنغال هو بادئ بيها كلها ما غيرهاش الا في ماتش بوركينا فاسو لعب 4-2 مش عارف 3-1 حاجه زي كده لكن هو بيلعب ب 4-3-3
انا وجهه نظري سبب المشكله الرئيسيه اللي خلتنا ما عرفناش نوصل في ماتش السنغال لمرمى السنغال ان احنا حاولنا نعتمد على الكرات العاليه او اللعب لمحمد صلاح، ما كانش عندنا حد يقدر يلعب الفرقه كوره، ودي كانت مشكله كبيره. وجود حتى لو الراجل مش هيعمل كده، بس انا بقول وجهه نظري كراجل ناقد يعني رياضي او عندي شويه كوره، بقول ان وجود قفشه في الماتش ده مهم جدا، هيلعب الفرقه كوره، ولو لعبت بالثلاثه السوليه والنني وحمدي هيبقى عندك مشكله في اللاعب اللي يعمل الربط بين نص الملعب والهجوم. ما دي المشكله، وجود قفشه مهم لان انت هتضغط من نص الملعب بشكل مكثف جدا، مش هتعرف تستلم كوره، مش هتعرف تحضر بشكل كويس. قفشه بيعرف يلعب بين الخطوط دي كويس، بيعرف يستلم تحت ضغط وبيعرف يلعب الفرقه كوره. صلاح محتاج حد يلعبه كوره يجريه كسريع. نفس الكلام مع عمر مرموش، الحلول الفرديه في الماتش ده هتفرق. الغلطات النص غلطه لو ما استغلتهاش وسجلت منها. نقطه تانية برضو وجود مصطفى محمد مهم، لكن لو لعبت على الكرات العرضيه في وجود كولوبالي ووجود الناس اللي موجوده ورا اللي ما شاء الله متر و95 وحاجات زي كده، هتواجه صعوبات انت في الكرات العرضيه. فلازم حد يلعب الناس كوره، ولازم حد يحاول يوصل الونجات اللي ما عرفوش يوصلوا في المباراه اللي لعبناها في نهائي افريقيا. هو الوصول، هو الراجل يا جماعه مش مقتنع بفكره اللاعب رقم 10، مش هيلعب 10، هو بيلعب 4 3 3 فلات، الثلاثه اللي بيلعبوا في الوسط فلات، ثلاثه على خط واحد، ممكن يعملها شوط ثاني. بيلعب النني، بيلعب النني بيروح ناحيه اليمين، وعمرو السولية بيروح ناحيه الشمال، وحمدي فتحي في النص، او حمدي بيروح شمال والسولية في النص، بيلعب بيهم فلات. كل الماتشات اللي لعبها من اول طول العربيه بنقول ده حل من الحلول، حل هيجي يغير الحلول الهجوميه، هيجي يحل من الحلول في ماتش ما فيهوش غلطه. ماتش ما فيهوش غلطه، هل هيجرب؟ مش تعمل غلطه. انا جربت 4 3 3 هتزود القوه الهجوميه بتاعتك. جربت 4 3 قدام السنغال، وعلى الاقل امنتني ان انا ماليش فيها. يا راجل ده ابو جبل طالع نجم الماتش، طالع احنا ربنا استرها معانا. طيب ماشي ماشي، ما على فكره ده بيحصل. امنتي بص هقول لك على حاجه، بس في حاجه مهمه جدا في الكوره اليومين دول عامه، في كل العالم. سواء مره بقى انا سكت فانا انت بتصمم. لا لا ما تسكتش. ايوه لا لا، الاستحواذ دلوقتي معظم. لا لا راح علينا كتير يا خالد. يا باشا بص، الاستحواذ خد الكوره وانا هعمل. لا راحوا لا لا، بس هي مدارس، هي مدارس يا خالد. طب ما احنا عملنا في صن داونز كده. ايوه ما انا بقول لك، ما هو صح، ما انا بقول لك هي مدارس. انا ممكن لا، ما هو انا دلوقتي، ما هو احنا عملنا في ماتش صن داونز كده في الاهلي، الاستحواذ كله كان معانا، الاستحواذ كله كان معانا، بس لو كنت كسبت كان هيبقى استحواذ ومكسب. مكسب ما هو مانشستر سيتي، هو مانشستر سيتي بيعمل ايه؟ ما هو بيعمل استحواذ ومكسب. لا ده 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 قد دفع. طيب ما هو يعني احنا لو بنتكلم هنا، فانت بتتكلم على نفس الشكل، ان انت كلنا نفسنا ان احنا يبقى عندنا استحواذ و بس طبيعي الموضوع انت عندك يعني. ما هو دور الدور الحارس بيحط طول كتير، بس ما يبقاش طول الماتش هو اللي نجم الماتش، فوتقول ما هم ما راحوش علينا او قفلنا. لا لا, لا, لا بصراحه السنغال اليوم ده علينا. قلت انت كده جاي تطلع علينا بشكل صفر صفر، ولكن اتفضل يا كابتن. لا انا كنت اقصد اقول ولكن ان احنا في النهايه منتخب مصر منتخب قوي طبعا، يعني احنا بس بنحاول ان احنا نحلل الموضوع من الناحيه الفنيه. عجبني قوي حاله التخوف اللي موجوده في الشارع دي. اوكي. وحاله ان احنا مركزين قوي مع السنغال بشكل ان هم فرقه قويه. لا بس هي حقيقه هتطلع. انا عارف، بس ساعات احنا ما بتيجي تقلب الفرقه يقول لك لا احنا عندنا وعندنا وعندنا كلام عن نفسنا كتير. بنيجي في الاخر بنصطدم بواقع دايما بيزعل. احنا دلوقتي محتمين فريق السنغال بشكل كويس. حاطين النقط فوق الحروف زي كويس. وده هيخلينا نازلين مركزين قوي في الماتش. حتى الجمهور نفسه مش هيبقى حاطط لود على اللعيبه، لا ايه ده انتوا ما جبتوش جون ازاي في اول شوط؟ انتوا ما جبتوش جون ازاي في الشوط الاولاني؟ لا الناس عارفه قيمه منتخب السنغال، وعايز بس الفتره دي ان كل بقى اعلام سواء مسموع او مرئي او يتكلم ان احنا عندنا فعلا منتخب قوي. ما عندناش منتخب يستهان به، ما عندناش منتخب ضعيف، لا زي ما خالد بيقول عندنا واحد من افضل اللعيبه في العالم. عمر مرموش بيقدم مستوى هايل جدا مع فرقته. جون عالمي الاسبوع اللي فات. فاول تريزيجيه ماشي كويس قوي. موضوع مختلف باستثناء النني يعني. بالظبط. يعني فانت عندك كل العناصر. بص يا كابتن، في تجربتين بعد اذنك يا استاذ وائل، لازم احنا لازم المنتخب يركز معهم ويستخدم كل. طب قبل ما تقول التجربتين ممكن نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نقول التجربتين. هنطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف التجارب عند عبد الحكيم استاذ حكيم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. تجربتين. لا هما مش تجربتين، هما في حاجتين لازم نستفيد بيهم عشان حضور الجماهير. بعد كل ده تقول لي مش تجربتين؟ لا ماشي. كان عندنا ماتشين في الاهلي مع فارق طبعا اهميه المواجهات. كان ماتش الفاينل بتاع الاهلي وقطن الكاميرون في 2008 الماتش الذهابي اللي كان هنا. سلام. استغلنا الضغط الجماهيري في بدايه المباراه تمام، واشتغلنا كويس جدا على الجزئيه دي. في اول 10 دقائق اعتقد او 15 احنا جبنا جولين. تلت ساعه فيلافيو والجمعه. فيلافيو والجمعه
نفس الماتش ده في ماتش الاهلي والنجم الساحلي، انا فاكر طلع قال جمهور الاهلي خرج لعيبتي بره الماتش في اول نص ساعه. الاهلي والنجم الساحلي برضو على ما اعتقد مش متذكر كان ماتش 6 2. انت ما تروح بعيد ليه؟ وانت رحت بعيد ليه؟ ده احنا قريب قوي الجمهور كان له دور كبير جدا في فوز الاهلي على بيراميدز 3-0. مظبوط. فانت لازم تستغل. كنا ايه؟ 4-5000. ما كملناش. كملناش عادي. لازم تستغل اول فتره وجود الجماهير والدعم وتشتغل. اتفضل. تستغل الضغط الجماهيري والدعم الغير عادي، انك اول 20 دقيقه تستخدم كل المحيط ده انك تضغط. ده اللي بقول عليه. انك تخطف تخطف اول 20 دقيقه اول 30 دقيقه. الرساله الاهم مش يا جماعه، بس ما برضو يا خالد احنا عمالين نقول الرساله الاهم، الرساله الاهم الجمهور، والجمهور هيساند وهيدعم، وده دايما اللي متعودين من الجمهور المصري على كده. ولكن في النهايه احيانا يا كابتن في اكملك بس اكملك، لكن انت في النهايه بتعمل ايه؟ ما هو انت بتلعب يا جماعه 11 لعيب طبعا كتير على كده طبعا، بس في مش هتعرف تخطفهم يعني. مش موضوع خطف بس في انا ما بتكلمش على اللعيبه المنافس. انت نفسك انت تحمستك يعني في اوقات حتى المنافس بيبقى ماسك الكوره بتلاقي الجمهور قاعد ساكت وبيتفرج، هو ده مش وظيفته يعني. انت رايح تعرف، انا كان معايا الكابتن احمد ناجي امبارح قال الكلمتين دول. قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه والنبي ما تروحوش من الساعه 2 الظهر، تقعدوا تشجعوا من الساعه 2 للساعه 9، وتيجي الساعه 9:30 مجهودك كله خلص. قاعد بيتفرج على الماتش مش قادر يتحرك. الكره المصريه من نائب الخليقه اللي قاعد نائب عن الجمهور اللي مش حاضر صح، فهو صوت. شوف صوت كام واحد؟ 100 مليون. فانت قاعد المفروض انت لو انت عايز تتفرج اقعد قدام التلفزيون اتفرج يعني. لو انت عايز تقعد مريح لا اصل احنا مش رايحين نزهه يعني. يعني انت بتتكلم في ملعبي. طبعا ده ابن المدرج. فيعني انت مش رايح، كلنا اولاد المدرج على فكره يعني. الا انا ابن الملعب. فانت رايح مش عشان تتفرج ولا عشان تتفسح، لا انت رايح عشان مهمه لازم. ده لما تلاقي لعيبه بتاعتك مش رايح. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. لازم في كل كبو سيبك بقى من المسميات، مش كبو حد فيه اوركسترا. طبعا لازم. بص عارف انت قلت ايه؟ يشد امتى ويهدى امتى؟ المتحكم في ترمومتر الماتش، امتى يهتف؟ بس خلي بالك احنا دلوقتي اصبحت مظبوط، ولكن اصبحت نوعيه الناس اللي موجوده دلوقتي يا ابو علي. مهم جدا ان احنا نتكلم على نقطه الجماهير دي، لانه الحقيقه انا برضو لفت نظري الموضوع بتاع وهو خالد بيتكلم، الكلام اللي قاله كابتن ناجي امبارح، الكلام اللي قاله كابتن ناجي امبارح مهم جدا. ما هو انا تخيل انت بقى، انا بدري قوي طالع من الساعه 2 بقى ومبسوط بقى انا والعيال وقاعدين بالظبط، رايح سينما، عمال بقى اهزر شويه وبعدين اكل شويه واشرب كوبايه شاي مش عارف ايه، وبعدين السلفيات، وبعدين اطلع اشجع تاني ساعه ولا نص ساعه، وبعدين ارجع اريح تاني، وبعدين اجي على الساعه 9 الاقي نفسي قاعد عامل كده مش قادر اتحرك، اللي هو قاعد على الكرسي بقى نايم. ما هو هنا بقى كابتن اللي انا بتكلم فيه، ازاي يبقى في حد موجود فاهم يوجه الناس دي يا جماعه إيه؟ الماتش هيبدا سي مثلا 6 تسخين 9 8 الاول لقطه اللي بتعمل الهزه كلها مخضه وهم نازلين. انا كان معايا حد كنا في مؤتمر صحفي في ماتش الاهلي والصفاقسي اوكي نهائي السوبر 2013 2014 اوكي، فكان معايا حد زملكاوي ومصور زملكاوي، فعدينا المؤتمر الصحفي. انت عارف مقصوره الصحفيين دلوقتي بقت في نص الاستاد اللي هي تانية زمان، فاحنا بنلف كده عدينا على مكان جمهور الاهلي، فوقف كده قال لي السادة وتم بالله، قلت له لا لا لا، قال لي لعيبه الزمالك كلها كانت بتقول لي كنا بنيجي من اول ما ننزل الملعب رجه الاستاد بتاع الجمهور الاهلي كانت بتخلينا نفسنا احنا نتوتر. منتخب مصر قدام الجزائر اول 5 دقائق لا عمرو زكي الاخراني عمرو زكي اول 10 جبنا جون عمرو زكي اللي كان في الاستاد في الماتش 2010 اللي كان في الاستاد في الماتش ده وشاف اللي الجمهور عمله والرعب اللي حصل في اول البدايه وخبطه الرجلين على التحت دي جامده جدا. انا واحد سنغالي في ماتش تصفيات كابتن جوهري كنت انا في جامعه الازهر قدام الاستاد، كنا نخرج فما كان معانا ناس اللي هم اخواتنا الافارقه بيدرسوا في جامعه الازهر، قال لي والله من دبدبه الرجل افتكرنا في زلزال، هم كانوا ياخدوا جنب كده في اولى ناحيه اليمين، قال لي والله افتكرنا الاستاد في زلزال. طب خلصته؟ فدور الجمهور بس يا استاذ احمد معلش مهم جدا يا كابتن، بالذات زي ما خالد بيقول في اول ربع ساعه 10 دقائق مع كل الاحترام لكل الكلام اللي اتقال مهم، مع هذه النوعيه من اللعيبه اللي انت هتلاعبها كلهم واخدين على الضغط الجماهيري، كلهم لعبتنا احنا طبعا، انت لعبتك برضو واخدين على ده. لا وبعدين عندك تجربه، عبد الحكيم قال تجربه مهمه جدا، الاهلي قدام القطن والاهلي قدام النجم الساحلي، الاهلي قدام الوداد جاب جون بعد 54 ثانيه مؤمن زكريا، بعدين 1-1 وخسرنا دوري الابطال. عادي جدا
الجمهور دوره مهم اه، بس اللعيبه هي اللي هتلعب طبعا، بس الاجواء في استاد القاهره، الاجواء في استاد القاهره انت جنوب افريقيا كسبتك هنا في كاس الامم الافريقيه 2019 وسط 80,000 متفرج طبعا. لان الجماهير وقتها ما كانتش الجماهير المفروض تروح الماتش ده. طب ما هي الجماهير اللي رايحه. لا 2019 كان انت كنت حاضر في الماتش اه صح؟ هو كان في حد بيشجع في الماتش؟ طب هو هي نفسها على فكره نوعيه الجمهور المصري الموجوده في المدرجات اتغيرت، ما عشان كده خلاص هي اللي هتبقى موجوده على فكره. كل نوعيه الجمهور اللي موجود في 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 مباراه السنغال هو الجمهور اللي هيروح، ما عشان كده احنا بنوعيهم بقى يعني لازم تقف الحقيقه ورا الفرقه ولازم تسجل دي الكلام الانشا بتاع الجمهور وبتاع والكلام ده خلص ليه بس خلص. لا 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 مش انشا، لا لا انشا اكمل كلامي. طب انا سمعتكم اوكي اسمعوني اسمعك. دور اللعيبه في الملعب ولا عايزين نخش على احنا الاربعه بقى دي لان دي طالعه خلاص انا بقول لك ايه طالعه احنا الاربعه دي ال90 دقيقه لعيبه على ارض الملعب هم الاهم. محدش نفس الجمهور ده ال 80,000 اللي هيملوا الاستاد يوم الجمعه هم اللي كانوا موجودين في جنوب افريقيا. طيب بقى في النقطه اتفضل يا كابتن. ده كده انت بتلغي الجمهور؟ لا ما الغيهوش طبعا. هرد عليه بسرعه. لا لا ما اقدرش، ما ينفعش الغي الجمهور من الملعب. اسمع انا في الملعب استفيد بقى في الدقيقه 65 70 خلاص هديت بتبقى الدنيا هاديه. أيوة. وانا كلاعب بقى ومرة كباك رايت كمان انت شمال طلعت مثلا ولا كمان باك رايت وانا بجري مش قادر اجري بقى عمال ايه خلاص. من الدقيقه 60 65 ببتدي ايه بقى اسمها ابتدي اوازن الدنيا عامله ازاي. فاضل لسه 30 دقيقه وانا ما بطلعش. مش متوازن من اول دقيقه. لا سيبك مني انا سيبك مني انا بتكلم من اي حد في الاوفر من نص الملعب 60 65 لا ده كان وانا عندي 34 سنه ولا حاجه. المهم بس بتيجي وبتيجي جول ست في الدقيقه 60 65 كله بيبتدي يوازن لكن اول لما بتسمع الاه والبتاع والكلام ده كله فاكر ده. طب لا باور غريب. لا 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 موضوع مختلف تمام. من الدقيقه 60 علميا وكل حاجه كله بينزل كيرف بينزل طبعا ايه اللي بيخلي الكيرف يطلع تاني؟ الجمهور الشحن. الكره بعيد عني 10 يارد الزومه اللي هل اخد الزومه دي بقى هل تخليني اخد السبرنت ال 10 يارد دول ولا اوازنها؟ هتاخد ها الزومه هتخليني عشان كده قلت لك سجلتي على وتعمل تاكل وتقعد وتعمل اوفر عالمي ماتش الجزائر بتاع خمسه مثلا انت فاهم؟ لكن لو الزومه دي مش موجوده وبتلعب في مدرجات فاضيه هتعمل ايه؟ هتخسر. لا هتدي الكره ظهرك اساسا وتبص الناحيه الثانيه. ما هي بعيده عني 10 يارده لسه هجري 10 يارده. انتوا ليه انا ما بنكرش دور الجمهور ولكن دور الجمهور هيبقى مساند لو اللعيبه مش فورمه وفت وجاهزين. طبعا كل اللي بره الملعب دور مساند بس انما اللعيبه دور الرئيسي اللي في الملعب 90 دقيقه طبعا. انا وبعدين طب واحنا لو احنا هنخوف اللعيبه بالزومه اللي هنا ما احنا هنروح هناك. ما بنخوفش بالزومه. لا هنخوفش. هنروح هناك انت بتحط هنواجه نفس الجمهور. انت بتحط لا ما بنخوفش ده مش خوف ده احنا بنقول له ان الجمهور بيحفز لعيبه بالظبط. ما هو انا قصدي انه لازم يبقى واخد باله انه الجمهور ده مساند. هو لماذا لا ينجح نجم كبير بره النادي الاهلي ولما يجي النادي الاهلي لا ينجح ليه؟ عشان فكره ما عندوش حوافز ومش لا 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 مش ومش واخد على البطولات شخصيه النادي دي اللي انا عايز اوصلها شخصيه النادي ان انا لما الجمهور يقلب عليا ويزوم عليا اعرف اقف صح ما اخافش. كابتن في لعيبه بتنزل الملعب ما يبقاش مثلا اسلام واقف قدامي حاجه بسيطه. اسلام واقف قدامي اهو ده اسهل باص صح بيعمله حاجه بسيطه الكره ما تروحلوش او الكره تروح يمين او شمال او اجي ارفع اوفر. في حد بدون ذكر اسماء قال لي في لعيب كان يبقى عارف في ماتش مهم بكره وهيلعب مثلا يقول لك يقعد ياكل في طبق المكرونه ساعه من السرحان والتوتر والقلق. ما هو ده اللي انا بقول لك عليه. ازاي تختار اللاعب الشخصيه اللي يقدر يساند او يقدر يستحمل بقى الضغوط المسانده والدعم اللي احنا بنتكلم فيه. اعتقد ان اغلب لعيبه منتخب مصر دلوقتي عندهم طبعًا الشخصيه دي طبعًا. كلهم لعيبه كبار وكلهم التشكيله لو سمينا الاسامي اللي هتلعب طبعًا. كلهم نجوم محدده. هنرجع من الفصل ده نسمي كل واحد من وجهه نظره التشكيل اللي هيلعب بيه وطريقه اللعب ولكن خلينا نطلع فصل اخير ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عبد الحكيم عايز ابدا معاك على التشكيل من وجهه نظرك مش من وجهه نظر كيروش من وجهه نظر عبد الحكيم ابو علم عشان يقول لنا مين اللي هيلعب في هذه المباراه. التشكيل في الماتش اللي في القاهره الشناوي طبعا لا خلاف عليه. هو ليه يا جماعه هو انا ما بقولش ماتش اللي هنا ليه الناس كل ما اقول لحد يقول لي ماتش القاهره؟ ما هو الماتشين هيبقى في خلاف في الموضوع يعني هو هيلعب ماتش القاهره وماتش تاني. انا سامي احمد كابتن احمد سامي النهارده قال لي وجهه نظر حلوه جدا. قال لي انا شايف ان هو مش هيفرق معاه كتير النتيجه. هو حاطط في دماغه هيعمل هنا وهيعمل هناك. هو اكيد عمل السيناريو بيعمل 180 دقيقه. الشناوي احمد عمر كمال عبد المنعم الونش ايه عمر كمال عمر كمال عمر كمال
انا كنت اخدها من الشمال يمين. ماشي. عمر كمال، عبد المنعم، الونش، فتوح، السليه والنني. انا وجهه نظر انا مرموش، تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد في الماتش الثاني. مرموش كتير تريزيجيه كده. لا مش كتير صح كده. انت ما لعبتش حمدي كده؟ لا ما لعبش حمدي. هو نقطه الخلاف هنا ان مرموش ولا تريزيجيه ولا حمدي فتحي. لا تريزيجيه هيلعب، هيلعب تريزيجيه يمين وصلاح شمال. هيلعب هيلعب صلاح شمال، صلاح يمين قصدي. ما يا جماعه في ايه؟ خليكم تتعاملوا معايا بالنيه. خسرت المنتخب بالنيه. تعاملوا بالنيه، تعاملوا معايا بالنيه. لعبت احمد الماتش الثاني. الماتش الثاني هيبقى مرموش. لما نيجي للماتش الثاني هو هيلعب ازاي بقى؟ 4-2-3-1. لا دي وجهه نظرك. وجهه نظر انا. وهو بقى هو ممكن يلعب حسب الزملاء. قول لي حاجه. هو هيلعب بثلاثه اللي هم حمدي فتحي والسوليه والنني، تريزيجيه شمال وصلاح يمين ومصطفى محمد قدام. لكن انا اتمنى انه يلعب السوليه والنني والثلاثه اللي قدامهم مرموش وتريزيجيه وصلاح وقدام مصطفى محمد. خالد هو يعني الشناوي، عمر كمال، الونش، عبد المنعم، احمد فتوح، حمدي فتحي، السوليه والنني، صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد. صلاح 4-3-3 وتريزيجيه 4-3-3. دي وجهه نظرك ولا هو؟ انا شايف ان هو هيلعب كده. انما وجهه نظري انا لا، ان واحد من السوليه والنني وحمدي ما يكونش موجود وقفشه اللي يكون موجود. قفشه طبعا. على حساب مين؟ على حساب حد من نص الملعب. لا ما هو مين بقى اللي هيقعد؟ يعني تريزيجيه يلعب شمال زي ما هو، وصلاح زي ما هي، بس يطلع أوكي. بس يطلع حد من الثلاثه الديفندرات او حد ثلاثه في نص الملعب يعني. بس كده. بس الشناوي، عمر كمال، عبد المنعم، وينش، احمد فتوح، حمدي فتحي على يمينه، السوليه على شماله، على يمينه هو النني، على شماله السوليه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد. مش تريزيجيه. مش تريزيجيه؟ لا. ده وجهه نظرك ولا هو هيعمل كده؟ وجهه نظري هو هيعمل كده. طيب اتفضل. يعني بص وجهه نظرك احسن من تريزيجيه؟ انا ما اقولش احسن. لا هو اللي يقوم بالدور احسن من تريزيجيه. عشان هو اللي هو الميكانيزم بتاعت الخطه هو اللي بادئ فيه من الاول. انتوا يا جماعه بتحكموا على المنتخب اللي اتجمع امبارح. انا بحكم على المنتخب من اول بطوله عربيه. اوكي. بس تجارب. هو مفيش ماتش لعبه كارلوس كروش بالتشكيله الاساسيه الكامله لمنتخب مصر بعيدا عن البطوله العربيه ما بداش في عمر مرموش من اول ماتش مسكه، ماتش ليبيا حتى النهائي قدام السنغال. انا بس انا اكمل. انا ناسي ومش يعني انا بقول لك من اول ماتش ليبيا في التصفيات هنا لما فاجئنا كلنا بعمر مرموش، ونزل عمر مرموش جاب هدف الفوز. ماتش ليبيا هناك فاجئنا بعمر مرموش، كان لسه تريزيجيه بيتعالج. هو على فكره هو من اول لحظه وهو عايز ياخد تريزيجيه عشان يجهزه للماتشين. ممكن يفاجئنا بتريزيجيه يعني. هو كان واخد انا بقول لك هو كان واخد تريزيجيه كاس الامم رغم رفض الجميع عشان يجهزه للماتشين دول. تمام. قوم بقى لما يجهز هو يقعد ويلعب مرموش. لانه مرموش هو اللي لعب في الخطه من اول لحظه. بس ما كانش مرموش ممكن مرموش انت بتقيس مرموش على الفعاليه الهجوميه. ابتديت احس ان احنا قاعدين في اوضه اللبس والماتش بعد ساعه. ما هو كل واحد يقول وجهه نظره. عادي يعني بالظبط. ايه ما انت اللي عملت قطع من باتك. مرموش هو اللي هيبقى وجهه نظري. انا اتمنى تريزيجيه بس وجهه نظري مرموش هيلعب هو اللي هيبقى. انا بالنسبه لك كابتن في عمود فقري الفرق يعني شناوي، الونش، عبد المنعم، حمدي فتحي اساسي لازم يبقى موجود وجهه نظري، محمد صلاح. بص خالد ليه يا ابني؟ محمد صلاح وجوده لا عشان الكاميرا بتاعتي. طب سلام عليك. لا لا مقلق الكاميرا بتاعتي هسيبك تتكلم. صلاح وجوده اساسي ده عمود فقري الفريق لازم يتبنى عليه اي حد. لكن انا ليا وجهه نظر وعارف ان كروش هيلعب بنفس الاسلوب اللي يمكن عاوز اسال عليه. هيلعب بشناوي، عمر كمال، محمد عبد المنعم، الونش، احمد فتوح في نص الملعب. هيلعب بالثلاثه حمدي في نص الملعب والنني والسوليه وعمر مرموش شمال وصلاح يمين ومصطفى محمد. أوكي. اتمنى انه يعدل ويفاجئ فرقه السنغال بوجود محمد مجدي قفشه زي ما قلت. لان قفشه افضل واحد دلوقتي في مصر يعرف يلعب بين الخطوط يا كابتن. يعرف يعمل عمليه الربط بين نص الملعب وخط الهجوم. يعرف يلعب صلاح ومرموش في المساحات اللي بتبقى ورا الباكات بتوع السنغال. لو اعتمدنا على سرعه صلاح، هم عندهم الباك الشمال بتاعهم سريع جدا وقوي جدا وهيبقوا مركزين مع صلاح وعارفين ان احنا بنلعب على الجناب. المفاجاه ان احنا نلعب الناس دي بحد بلاي ميكر يتفاجئوا ان كروش مغير التكتيك بتاعه اللي بيلعب عليه من اول ما مسك المنتخب
ويعمل لهم بس ايه هزه او مشكله في نص الملعب. في نقطه مهمه يا كابتن اسلام اتفضل وانت حضرتك تاخد بالك منها. انا راجل رحت الاستاد كتير وبتابع ماتشات من الاستاد بعد التجديد. كل المدربين اللي بيجوا وبيرشوا الاستاد مع النجيله الجميله اللي موجوده دلوقتي والارضيه الهائله اللي موجوده دي بتحصل مشكله طول الماتش. واخيرا ماتش الاهلي الكره بتخبط في رجلك وتبعد صح بتبعد واللعيبه بتزحلق. اللعيبه بتزحلق صح الفرقتين تعرفش يعني ما تعرفش تحس ان انت بتلعب على صابون صحيح وممكن تاثر اجهاد على اللعيبه وممكن تاثر. اتمنى ان ناخد بالنا من النقطه دي. ما يترشش الماتش مصيري حتى لو ترش يا كابتن ما يترشش زي ملعب الدفاع ما يترشش زي ملعب السلام الاهلي والسلام يعني. ايوه ياخد جزء بسيط جدا لان طبيعه النجيله هناك مختلفه عن برافو عليك ماتش الاهلي وصندوق هيرجع الماتش اللعيبه بتزحلق اكتر ما بتلعب. يحط رجليه في الكوره تبص تلاقي الكوره لا وبعدين الكوره ما بتيجي يعني انت بتيجي توقف الكوره كده تلاقيها خبطه وبتبعد او تطلع او يعمل الباص تبص تلاقي الباص طويل. هو في حاجه غلط يعني. فانا اتمنى بس المسؤولين ياخدوا بالهم من النقطه دي مهمه جدا. طيب. وهتفرق معانا ان شاء الله. اخيرا كلمات اخيره للمنتخب قبل المباراه ان شاء الله يوم الجمعه. منتخب وللجهاز وللاعبين وللجمهور طبعا. كل الناس في ظهركم. نتمنى التركيز ان احنا الماتش هنا وهناك مش الماتش هيخلص هنا. حتى لو قدر لك النتيجه مش على مستوى المأمول هنا في ماتش تاني وانتوا لعيبه لا تقلوا عن منتخب السنغال بالروح. لكن فنيا هم اعلى مننا واحنا عارفين كده. بس الامل كبير ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر نكسب ونروح كاس عالم باذن الله. خالد. الفرص متساويه. يعني مصر بلد في الكوره مصر كبيره وغير الكوره طبعا مصر بلد كبيره. جمهور مصر يستحق منكم ان انتوا تبذلوا اكتر يعني اقصى جهد موجود. جمهور ليه دور كبير جدا مساند انه يكون محفز للعيبه سواء على السوشيال ميديا في التوقيت ده. هم كلهم بيشوفوا السوشيال ميديا ومتابعين للسوشيال ميديا سواء في الملعب. كل واحد ليه دور. كل لاعب عارف انه بينوب عن كل لعيبه مصر ان هم موجودين مكانه. هو في المكان ده عشان استحق انه يكون موجود انه يكون موجود في المكان ده. عشان كده لابد انك تثبت للناس انك على احقيه بالمكان اللي انت فيه. عويز. كلنا في ظهركم مستنيين ان شاء الله يوم الثلاث زي دلوقتي كده نكون عاملين حلقه باذن الله بنحتفل بيها بصعود منتخب مصر والله لكاس العالم. قلت باذن الله نعمل والله يجيب القناه كلها ان شاء الله. طبعا ان شاء الله ربنا كرم. طبعا بص الاستوديو ده كله نقدر نجي ناخده هنجيب هنكون بنحتفل ان شاء الله بصعود منتخب مصر كاس العالم قطر 2022 باذن الله. ابو علي انا رسالتنا كابتن رساله للجمهور. دوركم مهم جدا. من اول ما لعبت السنغال تنزل تستكشف الملعب وتشوف الارضيه كده بينزلوا في الاول يبقوا حاطين السماعات والجو ضغط رهيب على الناس دي ما يحسوا ان هم فعلا في ملعب. هتقول لي بقى ما فيش رعب ومش عارف ايه والكلام والانش لا بلعب رعب ويحسوا ان هم يتوتروا من اول دقيقه. قسموا الماتش ما تتعبوش نفسكم زي ما الكابتن كان بيقول من الساعه 2 ويفضلوا يهتفوا ويعملوا ويتعبوا. لا اتمنى تسهيل دخول الناس دي من اكتر من باب عشان ما يجهدوش في عمليه الدخول والكلام ده ويجوا جوه تلاقي الناس ريحت لان دورهم مهم جدا. املنا ان المنتخب باذن الله يصعد. انا واثق وما اعرفش عندي احساس كده ان احنا ربنا هيكرمنا وهنحتفل زي ما عويس كان بيتكلم هنا في قناه الاهلي باذن الله نعمل احتفاليه كبيره بصعود منتخب مصر. والله وعدك يا ابو علي باذن الله كابتن. انا هفكر يعني حضرتك على قد ما اقدر هنشوف الماتش هنا باذن الله. يعني بص مش احنا بنعمل حلقه اكتر حلقه بتبقى باربعه لو اقدر اجيب 20 هجيب 20. لا لا مش قصدي مين موجود. انا قصدي باذن الله هنا في القناه نعمل احتفاليه عظيمه وانا انا متفائل خير ان احنا باذن الله هنصعد كابتن 29. ورسالتي للعيبه انتوا لعيبه كبيره واسماء كبيره الناس كتيره قوي مستنيه تفرحوها. الشعب المصري من ضمن اسباب الفرح عنده كره القدم. ف يعني انتوا في ايديكم تفرحوا زي ما حضرتك قلت 100 مليون او 103 مليون. فلازم يبقى عندكم رساله عظيمه جدا بصعود منتخب مصر باذن الله وتفرحوا الشعب المصري كله. الحقيقه انا استمتعت معاكم جدا النهارده. اشكرك جدا يا عبد الحكيم. اشكرك جدا يا خالد. اشكرك جدا يا عويس. اشكرك جدا يا ابو علي. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المباراه الهامه جدا والصعبه جدا الحقيقه ان شاء الله يوم الجمعه. وبعد يوم الجمعه ان شاء الله نتكلم على مباراه يوم الثلاث القادم. مسانده ودعم دائمين لمنتخبنا. ان شاء الله لاعبتنا يبقوا قد المسؤوليه وهم عارفين كويس جدا 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 قد ايه ال 103 مليون مستنيين منتخبنا الوطني في كأس العالم 2022. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره تبقى حلقه نهايه الاسبوع. اشوف حضراتكم بكره على خير وحلقه جديده ان شاء الله من البيت الكبير.